السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم الرياضي الاسبوعي 100% فار مباشره على قناتكم الفضائيه الشدا تيفي مرحبا ايمان اهلا بك حسين واهلا بكل المشاهدين الكرام اذا مشاهدينا الكرام اليوم حلقه اليوم كالمعتاد سنناقش الكثير من الامور الكرويه الرياضيه المرتبطه ببلادنا واشكال او اشكال الفار بطبيعه الحال غادي فيها اللائحة اللي اختارها وليد الركراك لمواجهة منتخب الكابون، منتخب الكابون تتعرفوا واحد المنتخب رقوي نوعا ما وخاصة أننا غادي نلعبوا عنده في تيرانو في الجمعة المقبلة إن شاء الله باذن الله أه نقش مع عبد الله ناصر ان شاء الله في قال الفار التشكيله لا يغيبوا واللي يحضروا وكيفاش يشوف الركراكي هذا 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 المنتخب لا المباراه الكابون لا المباريات المقبله والاستحقاق الاكبر نهائيات كاس افريقيا 2025 يلا خلينا على بركه الله نمشيو لفقرتنا الاولى على السريع يلا على بركة الله نايف أجرد يقدم مباراة كبيرة أمام برشلونة ويساهم في فوز فريقه على البلوغرانا ماش بإصابة إصابة البليغة يغيب فترة طويلة وقد يتبخر بسببها موسمه الكروي سفيان لما رابط يسجل هدفا لفانر بيخشا ويقدم مردودا مميزا طيلة مجريات المواجهة ثم حكيم زياش يصنع الهدف الثالث لفريق غلطة سراي بتمريره جميله ودقيقه. الكعبي يستمر في التألق والتهديف في البطوله اليونانيه ويسجل هدفا ينضاف لرصيده التهديفي المتميز. اسود الاطلس يتوافدون على مركب محمد السادس قبل السفر إلى الغابون. الجامعة الملكية لكرة القدم تكشف عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيخوض بنهائيات أفريقيا 2025. وأخيراً الفيفا تعتزم استعداداً للمونديال 2030. افتتاح مقر لها إقليمي بمدينة الرباط. إذا هذه هي أخبارنا على السنة بقى أخبار أخرى أنا متأكد المشاهدين غادي يسولوا على أخبار مرتبطة بالجدال والنقاش حول مباراة الوداد البيضاوي وما تعرض له آه آه مدرب الوداد مكوينه, آه مكوينة اللي قال بانه تعرض لي يعني نداءات عنصريه وغير ذلك آه غادي نتكلموا على في الوداد وزياج ذكر اسم زياج وهذا الشيء عليهم ان شاء الله في آه ايمان في التيران خلينا على آه السريع كيف ما تتعرفوا اخو ماش غالبا سيغيب آه غالبا غالبا حسب دابا العمليه الجراحيه وحسب الطاقم الطبي وكيفاش غادي تتم يعني مواكبه اخو ماش ولكن عنده عنده تمزق في الرباط الصليبي بالركبه وملي تنقولوا تمزق راه ماشي حاجه سهله ويخضع لعمليه جراحيه غالبا غالبا ممكن الموسم الكروي مشى غالبا آه اللي آه اللي باغي نتكلم عليه وغادي نتكلموا عليه اكثر هو حكيم زياش يصنع الهدف الثالث لفريق غلطة سراي بتمريرة دقيقة وجميلة وأنيقة حكيم زياج دخل في الدقيقة 82 لعب جرى شوية أعطى باس ديال الكويريا تمارك بها البيت سؤال كبير غادي تطرح شنو اللي واقع تضحك إيمان سؤال كبير غادي تطرح حكيم زياج غائب في التشكيلة أشنو واقع على ولماذا ما وقع في مباراه الوداد تا وغادي نضفل ملي تنكلموا على زياش أه أه تنوصلوا له ان شاء الله معك ايمان أه خصوص حسين نعم. نافف اذا سمحتي لي نافف اكرد اللي قدم مقابله رائعه ولا اروع يعني مع الفريق ولا اروع سوسيداد مع كما كنقولوا باللغه ديال الكره ليفاندوفسكي ما بانش يعني مع القوه والصلابه ما شاء الله ديال نايف اكرد يعني على مستوى الدفاع اللي كيقدم مردود اللي رائع جدا هذا الولد هذا لانه ملي كنتكلموا كيفاش يعني تم التكوين ديالو منين جا والاكثر من ذلك ايمان تفضل ممكن كان متميزا وريال ريال مدريد عبرت عن إعجابها بنيف أكرد خلال مباراة برشلونة ريال مدريد... وشكرا على لا ترانزيسيون حسين علاش لأنه كنا كنتمناو على إنه لاجون ديالو يتحرك يعني مستقبلا لاننا نشوفوه آه في هذا يعني هو دابا الريال قالتها لاجون بطريقه انديريكت قالت لي هذاك الدري زوين عجبنا احنا ريال مدريد وتحرك لاجون يستاهل وخليني مادام تكلمنا وتكلمت ايمان على نايف اكرد والمقابله المتميزه اللي قدم امام برشلونه وبالدفاع والاستماته ديالو في الدفاع الساطع ريال سوسيداد انه ينتصر على بلوغرانا خليني نقول لكم واحد اللاعب احسن لاعب في مو احسن لاعب في مباراه اللي جمعت ما بين مانشستر يونايتد وتشيلسي شو على مرشح القاصح شو القمه الانجليزيه والله ما كتي سيديو مليله بينتي في هذا الماتش هذا تشيلسي مانشستر ارجو شكون احسن لاعب في الماتش نصير المزراوي ما شاء الله جميل نصير المزراوي احسن لاعب في مباراه مانشستر يونايتد وتشيلسي يلا مشيو عندك ايمان في ايمان في التيران على بركه الله, الله. <applause> <applause> الله حسين على بركه الله حسين مشيو مشاهدينا لفقرتكم ايمان في التيران فدائما كما عودناكم ايمان في التيران دائما كنبداوها بكل ما يخص الكره النسويه لكن اليوم غادي نبداو بخبر اللي حزين نوعا لانه الكره الوطنيه المغربيه وكذلك الدوليه اللي افتقدت جوج الاساطير الكره القدم الوطنيه بدايه بحسن اقصبي اللاعب السابق اللي في صفوف المنتخب الوطني المغربي وكذلك اللي في نادي الفتح الرباطي واللي انتقل وعطى بصمه كبيره جدا في الدوري الفرنسي اللي هو الهداف التاريخي ديال فريق نيم وكذلك دوز واحد الحقبه صغيره يعني في موناكو وغيمز فالهداف التاريخي لي لي النادي نيم 119 هدف أه عطى شيء الكثير في الدوري الفرنسي وكذلك حمل القميص الوطني المغربي فكانت ليه الرحمه والمغفره والصبر والسلوان الاسره ديال كرة القدم وخاصة العائلة ديالو المقربة كذلك اسم ورقة أخرى للأسف فقدناها اللي هو عبد القادر الشهب لاعب فريق الوداد الرياضي السابق وكذلك المنتخب الوطني المغربي صورة اللي كتجمع يعني بجوج كذلك ديال الأساطير ديال كرة القدم الوطنية فللأسف الكرة أو الساحة غادي تعتقد يعني هاد جوج <applause> ملي كنتكلموا على عبد القادر شهب هو واحد الرساله اللي عطاها هذا الشخص هادو هذا بحكم انك صعيبه حسين انك يعني تزامن ما بين الدراسه وكذلك اللاعب <applause> ملي كنتكلموا على سي عبد القادر شهب لاعب ديال الفريق الوداد الرياضي وكذلك المنتخب الوطني المغربي فهو كذلك كان سفير ديال المملكه المغربيه الشريفه يعني في كندا في روسيا كذلك اليابان ف رساله جميله لهذه الاجيال اللي غادي تكون ان شاء الله من بعد آه هاد الرجل آه الشهم اللي اعطى شيء الكثير للمملكه المغربيه رياضيا وكذلك سياسيا فكنتمنى انه هاد اللاعبين دبلوماسيين عفوا فكنتمنوا هاد اللاعبين اللي صاعدين انه ياخذوه عبره بانهم يكملوا الدراسه ديالهم آه واحد دوت صغيره حسين بأنه كانت الإقصائية في سبعين ديال آه كاس افريقيا وما مشاش لواحد الماتش اللي كان آه ما بينه وبين المنتخب الغاني بحكم انه كان عنده آآ يعني الدراسه ديالو ما قدرش يخليها على هذا الماتش، دونك عطى شويه رياضيا وكذلك يعني كسفير المملكة الشريفه فللاسف تأذينا الحاره مره اخرى لكره يعني اسره كره القدم والاسره ديالهم الصغيره. أروى انا باغي نمرر واحد الرساله بسرعه حسن اقصبي رحمه الله ولا ولا عبد القادر الشهاب نأخذ حسن اقصبي اكثر لانه حسن اقصبي كرويا اعطى اكثر, أكثر من عبد القادر الجهم فحسن اقصبي أه رجل اقدمه من ذهب حسن اقصبي أه ملي مشى احترف في فرنسا اصبح اشهر اسم كروي كاين فرنسا بعد التهديف التهديف ديالو و وما كاينش شي ماتش اللي ما تيماركيش فيه وكانت الجرائد تكتب عليه بغزاره وهذا تنجيو عند الجيل لا الجيل ديالنا بعض الاجيال ديالنا ولا الجيل الصاعد ملي تنقول لك الجيل الصاعد نهضروا على 14 15 16 عام عارف كل شي عارف كريستيانو رونالدو وعارف ليونيل ميسي وعارف اللاكس ديال ليفربول وعارف ميليو تيران ديال لانتير وعارف هذا فين مشاو وهذا فين جا وهذا شحال طالبين فيه وا 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 تتقول لي تتعرف حسن قصبي تقول لي شكون؟ للاسف حسن قصبي شكون حسن قصبي؟ للاسف مع ان العلم ملي نهضروا لك على الغزواني ونهضروا على حسن القصبي ونهضروا على عسيله ونهضروا على بن مبارك ونهضروا على راه تنهضروا على اهرام كرويه عالميه واحد الوقيته ما كانش فيها الاضواء نعم. يعني بحال دل... هذا الوقت صح المشكله حنا مفرطين في المغرب مفرطين كلنا بما في الصحافه كل شيء الجامعه الوزاره كل شيء مفرط مفرطين ان نجومنا اللي رفعوا كرة القدم إلى العالمية لأنه ولات عالمية راه قبل ما نهضرو على آآ كو آآ كوب دي موند قطر 2022 ولا 86 ولا بالفعل راه العالمية كانت مع بن مبارك اللي بدات تكتب عليه كبريات الجرائد العالمية وسموه الجوهرة السوداء راه تنتكلم على على تنتكلم على حسن قصبي راه تنتكلم على فراس فراس الكره الذهبيه نعم يعني كنتكلم على بزاف ديال الكره راه الناس صنعوا العالميه و 1986 راه الناس صنعوا العالميه قبل هذا الجيل الحالي فعافاكم ما تخليهمش في الظل ماشي تيموت وعاد باش مات فلان ونديروا تقرير ونديروا كذا ونقول عافاكم خليهم في الاضواء وكانهم تيلعبوا عافاكم 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 تنتمنى هذا تنتمنى تكون شي حاجه ولو مثلا ولو مره في شهرين ولا مره في شهر ديروا شي حاجه دائما اسم من الاسماء نحطوه في الذاكره يكون وثائقيات في قنواتنا العموميه تكون اشياء كثيره لان بهذاك الجيل تصنعات كره بديك الجيل تصنعات كره راه دول حيت ما كانش عند الجيل السابق كروي راه يلاه تصنع الكره فيها دول افريقيا وفيها دول عربيه خاصه خليجيه حيث ما كانش عندها جيل صنع عليها الكره يا الله تصنع كره وتتخسر في ذلك المره احنا اللي عندنا جيل صنع لنا الكره احنا راه تديروها س... على الاستمراريه راه تنديروها على الاستمراريه راه حكيمي وغيره راه تيديرها استمرارية اما اللي صنعوا وضربوا تماره على تكون عندنا واحد لاباز ديال الفوتبول راه هادوك وانا كنشاطرك الراي حسين لانه ملي كنتكلموا على حسن اقصبي السميه ديالو باش تعرف مغربي مغربي مم. عربي مم. يعني في ديك انا ذاك في هذاك الوقيته في الدوري الفرنسي وما ادراك ما الدوري الفرنسي نحن. في هذاك الوقت نعم. دونك اجيال اللي عرفت بالمغرب وعرفت ب... بالثقافه المغربيه وعرفت لانه كاينين مواهب اللي كبيره وكثيره عندنا في المغرب نحن. يجب الاستثمار فيها والتكوين فيها وكما سبقتي وذكرتي الاستمراريه راه هي هذه دونك هذاك الجيل هو عطانا دابا حكيمي ولا عطانا زياش دونك كنتمنوا لانه حتى مقصرين من جهتنا كصحافه حسين اننا ما كنذكروش يعني هذا الجيل الجديد بهذه الاسماء الكبيره اللي دازت وان شاء الله باذن الله في حلقاتنا المقبله غادي نتكلموا على اسم من الاسماء اللي, اللي عطاو شيء كثير لكره القدم على الرياضه انا اللي تنتمنى, تنتمنى وهذه رساله الى الجامعه الملكيه ووزاره الشباب والجماعات وغير ذلك عافاكم عافاكم ما لا داعي انا بالنسبه لي هذا رايي الخاص لا داعي نبقى الملعب الكبير لا داعي نبقى نسمع ملعب مراكش الكبير وملعب الكبير وملعب عافاكم سميهم باسماء اللاعبين ملعب مراكش سميه ملعب طار الخلاج سميه ملعب اه سمي ملعب طار الخلاج سمي ملعب اللي بالك انت في اللعابه والقدام ديال الكوكب المراكشي عطيه خلي خلي بعدا سميتو تتذكر على الاقل في الصحافه وفي في التعليق نقولوا يلا اليوم سنشد الرحال الى ملعب طاهر الخلش ها واحد السميه غادي تبقى دائما في الآدان وتبقى دائما والولاد ملي تيطلعوا ملعب طاهر شكون طاهر الخلش تمشي قلب تعرفوا راه كان واحد اللعاب عطاو كان دا احسن ممرر في الكوب دي موند والى اخره عافاكم ديروا هاد الامور هادي ديروا ديروا هاد الامور عندنا ملاعب كثيره عافاكم سميوها باسماء اللاعبين ديال المنطقه السابقين اقل ما كاين دار يدار وكنت وكنتمنوا الالتفات لهاد اللاعبين هادو لانه كي للاسف كيموتوا بصمت مم. هادي باش نقدروا نختموا حسين وغادي ننتقلوا مشاهدينا للخبيره ايمان في التيران وكيف العاده بكل ما يخص الكره النسويه بدايه وقبل ما نمشيو لهداك الانتصار اللي آه كان ثمين جدا 3 صفر 0 للفريق الجيش الملكي النسوي امام لي زيك دو لا السينيغالي في دوري ابطال افريقيا للسيدات نشاهدوا فيديو للتعريف من طرف الكاف والعالم المغربي ورفرف هذا الفيديو الجميل وعود نرجعوا لكم Hello, good evening and welcome to CAF Women's Champions League. افتتاح ديال الدوري الافريقي للسيدات كان يوم السبت وكانت المقابله اللي كما سبق تذكرت فريق الجيش الملكي بليزيغل دو لا مدينه السنغالي وكان تفوق للجيش الملكي واللي انتصروا بثلاثه لصفر الهدفين اللي كانوا الاولين من ثنائيه ديال دوحه المدني وضربه جزاء اللي كانت سجلتها القائده عزيزه الرباح من ضربه جزاء كان نقول نقولوا لانه مقابله اللي كانت مهمه جدا مي كنفوزوا يعني بالمقابله الاولى والثلاثيه فكتعطي ثقه كبيره للاعبات ديال فريق الجيش الملكي واللي كيتعلاو الصداره كما كي كتشاهدوا كما كتشاهدوا امامكم مشاهدينا ثلاثه ديال النقاط اللي تابعهم تي مازيمبي كذلك اللي كتقودها بومهدي اللي, اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله اللقاء يوم غد فريق الجيش الملكي اللي غادي يواجه تبي ما زيمبي أمام لم يأبو مهدي اللي سميتو ديربي مغاربي بحكم أنه جوج ديال الفرق اللي انتصروا في هاد الجولة هذه الأولى واللي دائماً كان شاهدو ديك الدجاعة ديال لم يأبو مهدي منذ فش كانت هنا يعني في المغرب اللي واللي على الفريق ديالها ينتصر بجوج الصفر غدا باذن الله غادي تكون المقابله اللي غادي تجمعهم في الملعب الابدي الجديدة مع ستة ديال العشيه المفاجاه حسين وكذلك مشاهدينا اللي كانت في هذه الجوله الاولى من لا تشامبيونز ليغ النسويه هو انتصار ديال اف سي مسخ المصري هو فريق مصري اللي انتصر على حامل اللقب اللي هو ماميلودي دي حتى واحد ما كان كيتوقع على انه غادي يهزم ماميلودي سندونس في الجوله الاولى منو على اي تفوق ان شاء الله يكون فريق الجيش الملكي إذا كانت ماميلودي ماشي يعني بكامل القوه ديالها فالكاس باذن الله ما خصوش يخرج من المملكه المغربيه ولكن باقي الجوالات هذا هو الطبيعي حنا تنتظروا من الجيش اما اما الكاس الفينال يلعبوا الفينال يلعبوا لان لان حامل اللقب راه ماشي الفهن. حامل اللقب حامل اللقب ديال 2022 لكن نعم. ماميرو دي هو كنظن الخصم القوي اللي كاين حالي يعني ديال فريق الجيش الملكي بحكمه هو حامل لقب ديال النسخه الماضيه لكن الفريق المصري بان على انه حتى هو غادي يكون يعني من المنافسين رغم على ان من توفيق الفريق الجيش الملكي يمكنني معكم خبيرات ايمان في تيران ودائما مع الكاف الاتحاد الافريقي اللي اعلن على الزياده ديال المكافاه ديال ابطال افريقي للسيدات واللي غادي أه الف دولار للمتوج باللقب اما الوصيف فغادي يحصل على مبلغ 400 الف دولار و وخمسين الف دولار لصاحب المركز الثالث اما المركز الرابع فغادي يحصل على 300 الف دولار اما بالنسبه القيمة المالية غير ديال المشاركة ف 150 ألف دولار اللي غادي يشاركوا واللي ما غاديش يكونوا في الأدوار المقبلة على عطينا أعطينا هاد الأرقام اللي كتخص فريقنا اللي هو فريق الجيش الملكي باش تناقش الخزينه ديالو رغم انه يعني مبلغ اللي محترم رمزي رمزي جدا ومحترم عرفتي <applause> ديك القضيه ديال المحاكم تيرهم رمزي بالفعل المحاكم ملي شي مسؤول كبير شي مسؤول تي تدعي شي واحد صحفي مثلا مثلا نخليوها بحال هكا صحفي ولا ولا كاع مواطن من اللي تدعيه هو بديك بديك ذكر اش نقول لك بديك المبادره ديال التعفف وبديك المبادره ديال انه انا راه ماشي ماشي داعيك باش انني ماعرفش ندير لك لا غير باغي ندعيك بنقول لك راك غلطتي في حقي وتيكون من تقولوا لي باش الطالب تقول لهم درهم رمزي درهم رمزي الناس اللي واصل هذا النيفو في الله تقول لي رمزي. فت... وستت... رمزي. درهم رمزي متفقين ف لماذا درهم رمزي؟ راه ما غاديش يعطيو درهم مثلا وزير دعاني راه ما ينزوش درهم يعطيوها ما نمشيش انا نجيب درهم ونعطيها لي لا علاش رمزي عير كوم كوا هو راه فيها المبلغ المادي ولكن لا اريد ان انا, أو أنا أو اعاقبك ولكن انا باغي نوصل لك الرساله باغي نوصل لك الرساله لي 600 مليون في عصبه ابطال افريقيا شتي شتي للاسف للاسف عصبه ابطال افريقيا نون للاسف نون يسوى يعني في 600 مليون أس... شوف على اي المهم ولكن ملي كنتكلموا على المغرب راه باش كدور يعني الفريق راه ما كدورش ب 600 مليون كدور بقل غير هو فريق الجيش الملكي كيستاهل اكثر لانه لا باش كيدور فريق الجيش الملكي لا على الكاف اللي داير دل الكاف ايوا دل. النسوة كيديروا فيها ما بغاو ما عندنا ما نديرو على اي مكملين <applause> معكم غادي نمشيو لمشاهدينا الابرز النتائج ديال بطولتنا الوطنيه النسوية في جولتها السادسة أه نتائج اللي كان كانت متوقعه أه ملي كنتكلموا على فريق النهضه البركانيه اللي انتصر بربع الواحد امام فينيكس المراكشي نادي بلديه العيون اللي انتصر على فريق الوداد الرياضي ب 1 اما النهضه ديال أه اما نهضه الزمامره ب الصفر امام رجاء اي سبورتينغ البيضاء لتعادل غير متوقع مع الفتح الرباطي بصفر ليميت لي اما تضامن لتمارا فنهزم 3-1 امام هلال تمارا وفريق الجيش الملكي اللي المقابله ديالو امام الشباب المحمدي بحكم انه يعني آه كيلعب الادوار يعني ديال دوري ابطال افريقيا نشاهدوا الترتيب الحالي من بعد اجراء ديال البطوله الوطنيه النسويه في جولتها السادسه النهضه البركانيه لكي تصدر القائمه ديال الترتيب ذكورا واناثا فريق سبورتينغ البيضاء اللي دائما نشبت بالمراتب الاولى واللي كاين في المرتبه الثانيه ب 16 نقطه وكذلك الجيش الملكي بحكم انه دابا مؤجل ف اول مره ولا ماشي اول مره يعني في هذا في هذا الموسم ولينا كنشوفوا الجيش الملكي ما كيحافظش على الصداره ديالو 100% ف بحكم ان المقابله مؤجله ف في المرتبه الثالثه ب 13 نقطه واسفل الترتيب كيف العاده شباب المحمديه للاسف صفر نقطة ونهضة زمام راه في المرتبة 13 بجوج ديال النقاط. صعيب انك, إنك كفريق تلعب ستة ديال الماتشات وعندك صفر نقطة. صعبة جدا ذكور وإناثا غير الذكور نقطة واحدة. نقطة. يعني هي اللي لي... فايتة يتيمة. يتيمة. للأسف للأسف شباب المحمدية آه وصلوا وصل واحد, ال... واحد المرتبة اللي حتى واحد ما كان كيتوقعها. يلا واحد السنوات أه. كانت أه. واحد الضجه وكانوا دي سيناتور اللي كبار بواحد لي بريم لي كبار دابا للاسف ما كاين واحد كيهضر على شباب المحمديه وحنا دائما رسالتنا كتوجه الرجالات ديال شباب المحمديه دي. لانه ما كاينش رجل واحد عندو عنده الفلوس بزاف شباب المحمديه فكنتمناو لانه يتوجهوا ينقضوا هذا الفريق غادي نبقاو معكم دائما مشاهدين هاد المره الاعين ديالنا على اللاعبات المحترفات ديال المنتخب الوطني المغربي بدايه ابتسام الجريدي والتالق ديالها في الدوري السعودي واللي تم اختيارها كافضل لاعبه خلال شهر اكتوبر بعد ما سجلت اربعه ديال الاهداف ثلاثه ديال المقابلات والتصدر ديالها القائمة اكثر لاعبه نجاحا في التمريرات الحاسمه برصيد ثلاثه ديال التمريرات مع فريقها الاهلي السعودي عميدة المنتخب الوطني المغربي غزلان شباك والتألق ديالها البارز جدا مع فريقها ليفانتي بادالونا واللي أه كتحقق يعني مردود اللي جيد في هاد المقابلة الأخيرة خصوصا مع المقابلة الأخيرة أمام ريال مدريد واللي قدمت مقابلة رائعة رغم الخسارة بثلاثة الواحد لكن كان هدف من ضربه خطا واحد تمريرة ساحرة الساحره ديال غزلان الشباك واللي ترجمتها الصديقه ديالها انا جون نزاليس براسيه رائعه على اي مردود ديالها مي كنتكلموا على اللاعبات ديال المحترفات في جميع الدوريات كنشهدوا دائما المتتبعين ديالهم بحكم انه كينا عكس هذا الشيء على منتخبنا الوطني باش يكونوا في لا فورم ديالهم كما كنقولوا بكره القدم غادي نتكلموا كذلك على الغياب ديال ميساء بها لاعبه فريق بارسلون اللي غابت جوج ديال الاشهر من بعد ما رجعات من الاصابه واللي سجلات ثلاثه ديال الاهداف هاتريك لفريقها برشلونه ف ملي كنتكلموا على ميساء بها ما كيتجاوش العمر ديالها 14 سنه فهي لاعبه المنتخب الوطني الأقل من 17 سنه وكذلك كتقدم مردود جيد آه رغم الاصابه ولكن عادت بقوه هاتريك في هذا العمر هذا فكنتمناو لها انها تكون آه هي مستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي وخذت هذاك الحس الهجومي ديال الاب ديالها نبيل باها في صفوف ديال المنتخب الوطني المغربي فكل توفيق لهاد اللاعبات اللي غادي يكونوا ان شاء الله هما اللي آه حاملين او حاملات ديال الرايه المغربيه في جميع التظاهرات مع منتخبات الوطنيه من كره القدم النسويه غادي نتوجهوا لكره السله وهذه المره الاخبار اللي آه جا الملكيه المغربيه لكره السله من طرف الاتحاد الافريقي بمشاركه المنتخب الوطني المغربي في تصفيات كاس افريقيا 2025 واللي تعطاتهم الفرصه الثانيه بعد المشاركه ديالهم واللي تمت الخساره ديالهم مع المنتخب الليبي ذهابا وايابا جات فرصه اخرى من طرف الاتحاد الافريقي اللي تقرات على تكون ما بين 22 و 24 نوفمبر المجموعة اللي كيتواجد فيها منتخبنا الوطني كضم كل من جنوب السودان كونغو الديمقراطية والمالي خصوم اللي قوية جدا عكس يعني الخصم الليبي اللي كنا نهزمنا معاه ذهبا وايابا فكما كتشاهدوا امامكم بقيادة لبيب حمراني اللي هو المدرب الحالي لمنتخبنا الوطني لكرة السلة فتم استدعاء ديال 20 لاعب هما اللي غادي يدخلوا المعسكر اليوم اللي بمدينه الرباط كنتمنوا لهم التوفيق رغم ان الخصوم شرسه وصعبه لكن كنتمنوا لانهم ياخذوا العبره من هذاك من هذوك من هذاك الماتش اللي كان ذهابا وايابا مع المنتخب الليبي فكل توفيق لهم غادي نمشيو هذه المره من كره السله للتحكيم المغربي فتبرمجات هذا الاسبوع دوره تدريبيه للحكام المغاربه واللي كانوا فيها المشاركين 48 حكم مركم محمد السادس واللي تدات لخمسه ايام بعد ما شكايات كبيره احتجاجات قويه من طرف تقريبا جميع الفرق ما بغيتش نقول البعض لانه مي كتفيق الصباح حسين كتلقى بلاغ يعني ديال الفرق للاسف الوطنيه وهذا الشيء اللي اكد عليه كل من رضوان جيد مدير مديريه التحكيم وكذلك مشعيب الحرش رئيس اللجنه المركزيه للتحكيم ان الهدف من هذه الدوره هذه هو التصحيح ديال الهفوات للحد من الاخطاء واعطاء كذلك فرصه لهاد الحكام وقالوا لانه من الضروري التقييم الشامل للمقابلات السابقه وتركيز اكثر على الاخطاء والملاحظات خصوصا على مستوى تقنية الفار السؤال المطروح هنايا هو وش الدوره التكوينيه اللي تجرات خمسه ايام تقريبا واش كافيه لهاد الحكام على انهم ياخذوا بعين الاعتبار الاخطاء ديالهم واش كذلك المديريه ديال مديريه التحكيم اولى يعني اللجنه المركزيه للتحكيم لانه فاش كيكون مثلا مثال حسين وكذلك نقرب المشاهدين لانه الحكم كيدير خطا تحكيمي أخجل ولا ضربه جزاء اللي خياليه ما كتكونش نهائيا ولا تعطل في الفار فاش كتكون هذاك اللقاء ديال المديريه ديال التحكيم كيخرجوا كي كيجزموا كيقولوا كي كي على هذاك اللقطه راه هذاك الحكم كان في هذاك الوقيته راه خاطئ في هذيك اللقطه يعني كيكون واحد التناقض ما بين المديريه وما بين هذاك هذاك الخطا للاسف اللي تجرى من عند طرف الحاكم اذا ما كاينش واحد توافق ما بين المديريه وما بين الحكام اللي كي يمثلوا هذيك المديريه فما غاتجيش تقول على انه هاد الدوره التكوينيه هي اللي غادي عندها دابا دابا الحاكم يقر الخطا ولا, ولا تيدير تقول تيدير خطا والمديريه, والمديرية تقر ان الحكم اخطا لا كتقول لانه الحكم راه أه كيفاش أشرح غن... لك بشرح ب... ب... مبسط نعم دابا الحكم ملي كيدير خطا المديريه كتقول له كونترير ديالو كتقول هذيك راه مثلا ضربه جزاء راه صالحه اه والحكم اعلان عليها انها غير صالحه في هذيك الوقيته دونك ملي كتمشي انت هذا الحكم انت موريه واحد واحد القواعد اللي في يعني في, المستطيل الاخضر لو كونتريغ ديالها لا انا بغيت نعرف واش المديريه ديال التحكيم كتقول لو كونتريغ ديال الحكم تعترف باخطاء الحكم بيان سور كتعترف عبر بلاغ عبر كتخرج ب ب ب فيديو فيديو يعني م -م. لقاء تواصلي وكتقول بالفعل راه انه راه هذا الحكم هذا راه كان خاصو يعلن على ضربه جزاء و... يعني كاين تناقض يعني تقر باخطاء الحكام في البطوله الوطنيه تناقض م... تناقض كبير يعني كاين هو... تضارب ما بين الاراء بيناتهم هو... كنتمنوا على انه يتلقى حل سريع جدا لأنو... هو كما قلتي على الدوره التكوينيه م. باش من انا نعطي سؤال اعمق واكبر الدار الدوره التكوينيه فيها خمس خمسه خم... خمسه ايام كانت هي غيوم نعم تدات الخمسة ايام تدات الخمسة ايام من اجل اصلاح ما يمكن اصلاحه انه هاد الحكام هادو نوعا ما هادوك الاخطاء اللي يرتكبوها مثلا او اقترفوها نقول لهم لا هالأمور الامور كي هالفارش هالفار شحال خصني نوقف فيها كيفاش نتعامل مع الفار كيفاش نتعامل مع غرفه الفار من اللي تكون تهضر معايا الى اخره المهم ممكن اشياء اللي غادي جميل هي جميل مبادره طيبه مزيانه مه. مزيانه انا عندي سؤال واحد انا عندي شي حاجه دابا ملي تتكلم ايمان جاني واحد السؤال هاد السؤال شنو قال واش تلعبوا البطوله ويدوزوا فيها 10 ديال الدورات طولوت ديال 10 عشرة دورات 10 عشرة. الاول من البطوله ونديروا تكوين للحكام المنطق تقول التكوين تكون قبل لان الحكم الا دخل وبدات يلعب في المباريات وبدات البطوله نعطيكم مثال دابا حنا 10 دورات دازو درنا تكوين للحكام واش عرفتوا شحال من فريق ضحيه لهاد الحكام اللي درتو ليهم للاسف شحال ديال النقاط تهضروا نعم. الحكام نعم نعم وهالشي فيه بلاغات ديال الانديه فبالتالي هاد عشرات الدورات اللي دازو ديال اخطاء الحكام كيفاش غتعوضوا على الانديه دابا انتم ما لهم تكوين ولكن راه سيت خطا راه 10 دورات راه تخسروا نقاط ولا 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 فبالتالي اشنو خاص التكوين تيكون والتكوين المستمر تيكون قبل ما تبدا البطوله اما لبدأت البطوله وبدينا تلعبوا الماتشات وبدا الحكم تيصفر على شي امور اللي تضيع عليا ثلاثه نقاط وتعطي الخصم ثلاثه ديال النقاط مثلا راه انا مشى ليا ماتش اللي يقدر يخسرني في البطوله ما ناخذهاش هذاك الماتش هذيك ثلاثه تقدر طيح لي الدوزيام ديفيزيون اذا لا الحكام جيبوا سيدي فاهم واعي قاري كامل التكوين ديالو ولكن غادي نديروا لي واحد النوع ديال الاستمراريه في التكوين قبل البطوله اجي نشوفو كشريف الشحت راسك اجي ونبداو نعطيو الحالات في حاله ما كانت وكاف حاله كان نوجدوهم قبل البطوله اما ماشي وصل البطوله بعد بلغت الانديه وحسيت انت بانه راه كان واحد الضوف عند بعض الحكام اجي نديرو لكم تكوين عشرة الدورات اللي دازو ارتكبوا فيها الاخطاء كيف سيكون التعويض عنها؟ المشكل هو التضارب في الاراء يعني لا. ما متفقينش على نقطه واحده فكنتمناو على انه يكون جلسه اللي يكونوا فيها حكام ايه يقول لك راه التحكيم خاصو وقت وهاد الشباب هادو اللي طالعين لانه جميع الحكام تقريبا تقاعدوا منهم يعني رضوان جيد وعاد جاي يعني هاد هذ الحكام هادو اللي كاينين بقات لهم سنه وحيده يعني في البطوله الوطنيه يعني خاص حكام جدد وكاين الفرق الجماهير ديال الفرق اللي ما غتنتظرش واحد يلا يجي يغلط ليها في كما سبقتي وذكرتي حسين في مقابلات اللي مهمه دونك هنا المشكل من من كنت كنتمنوا على انه يتلقى يعني <applause> آه، 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 حل <applause> يعني على مستوى التحكيم الله يصيب فغادي نمشيو لابرز نتائج ديال الجوله العاشره من البطوله الوطنيه بدايه بالمتصدر نهضه بركان اللي كينتصر امام اتحاد ورقة بواحد الصفر من توقيع اللاعب رضا حجي في الانفاس الاخيره من المقابله وكنظن الطرد ديال اللاعب اتحاد ورقة آه، هو اللي ساهم أه وعطى هذيك الرغبه الاكثر للفريق النهضه البركانيه لأنه يسجل في الدقائق الاخيره الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع كنظن على انه معين الشعباني غادي في الـ في الـ يعني الخط التصاعدي وخط يعني أه لي صحيح أه بحكم انه كان لاعبين وترسنة كبيره البون دو توش فحال تقريبا لي 11 دو ديباغ لي كونديسيون كاملين كاينين التيران التيران الحارس المنتخب الوطني المغربي قليل في الفرقه ديالو تتلعب ويكلو بالفعل كلشي يعني كاع الظروف ملائمه الا وغيحق يعني اللي غادي تعطيه الوقت باش ياخذ علاش يعني البطوله الوطنيه ولكن باقي الحاله حسين ماكنش نحسموش لانه مازال مفاجات يعني في الكلاسمون ديال هاد الدوره مم. هذه مكملين معكم في باقي المقابلات وغادي نتوجهوا للمقابله اللي كان فيها بزاف في ديال الجدل اللي هي مقابله فريق الوداد الرياضي واتحاد طنجه اللي كانوا فيها آه لا في المستطيل الاخضر لا في المدرجات يعني آه شاهدنا اهداف جوج جوج فكيبقاو اهداف اللي محترمه يعني في مقابله آه كذلك شاهدنا آه اجواء اللي ما كانش نهائيا للاسف خاصه حيط بهذه المقابلة هذه لأنه شفنا واحد تنافسية على أرض أرضية الميدان فكنا بغينا نكونوا آه حاضرين وتسالي المقابلة بروح رياضيه هادشي اللي معودين عليه اللي معودين عليه يعني آه للاسف هاد جوج الفرق اللي ما كانش بيناتهم يعني هاد الشحنه اللي يمكن لي, لي نقولوا فللاسف آه كانت آه مضاربات كما نقدروا نقولوا حسين او آه آه الفاظ اللي ما كانش خاصها تكون حتى آه واحد ما كان كيتوقع لانه المقابله غتسالي بهذاك الشكل سورتو من بعد يعني صافره الحكم كيجي لا فيرسون اللي عندي انا حسين هو احد يعني الاطقم اللي ما كانش اصلا خاصهم يكونوا في في ارضيه الميدان مشاو تاجهوا عند المدرب مكوينا واللي كانوا الفاظ اللي ما كانش خاصها تكون او الفيرسون الثانيه اللي كانت من طرف اتحاد طنجه هو انه احد الاطقم الطبيه اللي كانت مع فريق الوداد الرياضي هي اللي مشات توجهات لبعض اللاعبين دونك حنا فغينا على هذه هاد المشاكل هذه بحكم اننا باغيين نزيدوا بالرياضه وبالكره الوطنيه يعني ما كاينش لاش نتفاداو يعني هذا الشيء جوج ديال البلاغات اللي تصدروا لا من فريق الوداد الرياضي ولا كذلك اتحاد طنجه فكنتمنى لأنه انه يتفادى سورتو مع هاد جوج ديال الفرق اللي كبار ملي كنتكلموا على اتحاد طنجه والكم الهائل ديال الجماهير اللي كانت تابعه اتحاد طنجه واللي كانوا فرحانين بهذاك البوان اللي خداو مع فريق الوداد الرياضي وكذلك فريق الوداد الرياضي اللي قدم مقابله جيده فما كاينش لاش نتفاداو يعني هاد هاد الامور كما سبق ذكرت البلاغات بجوج اللي كل واحد فيهم كيقول كي انه غادي يراسل الجهه الجهه المعنيه حنا بحكم اننا هنا في هذا البلاطو هذا فكادي فكنتكلموا كنقولوا حنا في غناء لهذه المشاكل هذه كانت. هو هو ايمان بغض النظر شنو تقال وبغض النظر شنو دار وهناك من يقول بانه تعرض لاستفزازات عنصريه ولفظ عنصري وهذا وهناك من يقول بانه تعرض لهجمه بالضرب والتعنيف وهناك من بغض النظر شنو وقع لن نناقش ما وقع ونعطيه بالضبط شنو وقع هذا راه جمع على ستاف ديال اتحاد طنجة ولا واحد ديالتيحاد... من اتحاد من ستاف ديال اتحاد طنجة راه مشى للمكونة وقال لي وقال ولا 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 بغض النظر حاجة واحدة هو أنه عندنا استحقاقات كبيرة اللي تنتمنى أنا كل الفرق المغربيه بالستاف ديالها حقا. بالجمهور ديالها بالمكتب المسير بكل شيء ما فيها عافاكم اللي تدخلوا تلعبوا في التيران ديما استحضروا 2025 كين كوب دافريك وديما استحضروا بان كين كوب دي موند للسيدات اقل من 17 سنه بالفعل وديما استحضروا كاين كوب دي موند ديال الفوتسال وديما استحضروا كاين الكوب دي ديال, ديال 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 الانديه البطله ديال كاس العالم للانديه البطله واستحضروا 2030 كوب ديمون دي مون ديما هذه الامور فبالتالي اي ماتش ماتش تلعب هو سفير للكره المغربيه اي ماتش دابا العالم سلط الاضواء ديالو على المغرب حقاً علاش المغرب راه غادي يكون فيه كوب دي موند ويكون فيه كوب دي ديال الفوتسال وغادي يكون فيه كاس العالم للانديه البطله وغادي يكون فيه كاس افريقيا الاديسات في النساء وغادي يكون فيه كاس افريقيا للامم 2025 كلشي مسلط الضوء الصحافه مسلطه الضوء وتتسناو تغلطوا وتتسناو كذا باش يكتبوا فبالتالي راه اي حاجه تتوقع كن متأكد راه تمشي للنائسات وتبقى الدور وتلقى شي قناه دايره عليك برنامج. كن متأكد علاش؟ إذا كنا سفراء لهذه الاستحقاقات عفاكم ضبط النفس وراه في آخر مطاف راه كره تتلعب البارسا وتتلعب برشلونة تتخسر البارسا وتتربح البارسا تلعب البارسا وريال مدريد تتخسر البارسا وتتربح ريال مدريد ما كاين حتى شي مشكل تتخسر ريال مدريد تتلعب البارسا ما كاين حتى شي مشكل وتيخرجوا الجمهور تيخرج فرحانين عادي جدا طابق كروي جميل سالات راه كره هذه عافاكم عافاكم لينا لنرقى لينا الرقه علاش قلت هذا مباراة الوداد واتحاد طنجة وما جرت من كلام ونقاش وجدال و... و... في الهواة أظن أظن شباب تيزنيت وأمل هوارة أظن أظن مهم تيزنيت والشباب تيزنيت وقال اسمية الفرقة وأمل هوارة مهم تيزنيت وهوارة لاعبين شغب ما بعده شغب وصل دقيقة 18 توقف الماتش، علاش؟ ما كاين الحجر الله يعطيك صحتك وتكسرت الحافلة، والتعنيف و... 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 خارج الملعب راه عندنا فيديو ولكن ما بغيناش ندرجوه بالفعل ديال واحد الدري مسكين طيح وباركين تيشتفوا عليه، عاش تروج المغرب عاش تروج، عاش تروج، في شوف الشيرا بكل بساطة راه قلم تقول لك حيدوا من المغرب، يكفي في البرتغال وإسبانيا صاب للاسف للاسف فنبقاو في نفس المقابله حسين والتالق ديال ريان ازواغ اللي كنتي دائما كتقول لا علاش ما, ت... ما تعيش لي يعني المنتخب الوطني المغربي وكذلك فكي تواجد في اللائحه ديال الاقل من 18 سنه واللي يوم يعني المقابله بدر الدين بن عاشور اللي تصاب واللي دخل ريان ازواغ واللي قدم مقابله رائعه وكان يعني في النهار ديالو واللي تصدى المجموعة ديال الكرات اللي كانوا من طرف فريق الوداد الرياضي فنشاهدو تصريح كذلك ديال القائد جمال حركاس من بعد المقابله اللي جمعت فريق الوداد الرياضي واتحاد طنجه إن شاء الله نخدموا على الأخطاء اللي كانوا في هذه المقابلة وإن شاء الله نخدموا عليهم باش ما يتعاودوش في المقابلات الجايين. أو حنا عندنا التوقف الدولي إن شاء الله الدراري غادي يخدموا إن شاء الله المقابلات اللي جايين إن شاء الله في البطولة. اللي كيما شفتوا خلقنا الفرص ما 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 ماركيناش ما الكرة ما بغاتش. هادشي اللي عطا الله ما عندنا ما نديروا كره راه هي هذه وإن شاء الله ما علينا غير نخدموا المقابلات الجاية إن شاء الله وكل so <سؤال> خير إن شاء الله. الجماهير الودادية غنية عن التاريخ ما ما يحتاجش أنني نهضر عليها راك شفتوا شنو شنو طرف في التيران. تمنوا لهم إن شاء الله المزيد إن شاء الله من إن شاء الله. وكان هذا هو التصريح ديال جمال الحركاس اللي كيتكلم على المقابله والمجره ديالها ودائما غادي نبقاو مكملين في المقابلات ديال الجوله العاشره من البطوله الوطنيه فريق الجيش الملكي اللي كينهزم بواحد لصفر امام المغرب الفاسي فوز اللي ثمين جدا للمغرب الفاسي ثلاثه نقاط اللي كانوا مهمين جدا والهدف الوحيد اللي من محمد البدوي لسجل سجل كما سبق ذكرت هذا الهدف القاتل في الدقيقه خمسة وثمانين بعد المحاولات اللي كانوا ديال فريق الجيش الملكي والرجوع آه للاسف اللي ما آه من بعد يعني هذيك البطاقه الحمراء ديال طيب بوخريس هي اللي قلبت الموازين ديال هذه دي المقابله هذه واللي آه جات لصالح المغرب الفاسي اللي كيتالق في هذه المقابلات الاخيره واللي كيجمع نقيطات نقيطة في ف اللي خلاه يكون في المرتبه الثانية في الترتيب ديال البطولة الوطنية ودائما مع المقابلات وفريق الرجاء الرياضي اللي كيتعادل بالصفر ليميتلي امام المغرب التطواني فريق الرجاء الرياضي لكي كيواصل النتائج السلبيه اربعه ديال تعادلات متتاليه رغم يعني قدم مقابله جيده مع فريق المغرب التطواني ولكن اللي ما كترجمش الاهداف محاولات اللي كانوا ضغط كبير اللي كان على الدفاع ديال المغرب التطواني لكن آه للأسف ما كيترجموش الهدف بالقيادة ديال سابينتو اللي نهار يعني تولى الفريق ديال الرجاء الرياضي اربعه ديال التعادلات وهذا اللي ما كيخدمش المصالح بتاتا ديال فريق الرجاء <applause> الرياضي وغادي نمشيو لباقي المقابلات النادي المكنسي اللي تفوق 3-0 امام الدفاع الحسني الجديدي نهضه الزمامره اللي انتصر بجوج لواحد امام اولمبيك اسفي وحسنية اكادير اللي دائما متشبت بثلاثة نقاط وهاد المرة على حساب شباب المحمدية للاسف شباب المحمدية كما سبقنا وذكرنا فهو كيعاني ذكورا واناثا شاهدوا الترتيب ديال هاد الجولة نضال البركانية واللي كيتألى الصدارة ديال البطولة ثلاثه و 20 نقطة والمغرب الفاسي اللي 18 نقطة في المرتبة الثانية مع فريق الجيش الملكي في الرتبة الثالثة فريق حسنية اكادير في الرتبة الرابعة ب 16 نقطة وأسفل ترتيب المغرب التطواني بسبعة ديال النقاط وشباب المحمدية بنقطة واحدة وهذو كانوا مخبرات نعم. إيمان فتيران اليوم مشاهدينا شكرا لك شكرا لك إيمان وللأسف البطولة في مرحلة الأولى الآلي الفرق كبيرة تعاني الرجاء يعاني الوداد تعاني آآ للأسف آآ الشديد على أي يلا سير المغرب التطواني تعاني الكثير من الفرق تعاني ولكن نقولوا باقي احنا باقي حتى البروميتور باقي ما ساليناش باقي الرتور توقف ديال ما, نعم. ما تعرف شنو ما تعرف شنو شكون المدرب والكراسي راه كتحرك مهم. دائما مهم. وابدا صحيح صحيح <applause> يلا غادي نمشيو لفاصل قصير جدا وغادي يكون معنا عبد الله ناصر اللاعب الدولي السابق وغادي نتكلموا على التشكيله اللي آه اللي اختارها وليد الركراكي لاجراء مباراه القابون الجمعه آه الجمعه المقبله ان شاء الله باذن الله فاصل ونواصل نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشره لقناتكم الفضائيه شدا تيفي في ويلا خلينا نمشيو لفقرتنا الاخيره باش نختموا اشكال الفار الفار يقول تشكيلة وليد الرقراقي فيها تغييرات تغييرات اضطرارية غالبا بعد الإصابات لعدد من اللاعبين معنا عبد الله ناصر اللاعب الدولي السابق للتعليق والنقاش السلام عليكم سي عبد الله السلام أخي حسين مرحبا حسين. سلام أخويا سلام أختي الباب أهلا بك زيان. ناصر <تصفيق> الحمد <تصفيق> لله أنت <applause> <applause> مزيان بخير والحمد لله الحمد لله الحمد لله وخب... تتعرف عبد الله ناصر بان وليد الركراكي وقع الاختيار ديالو على عدد من اللاعبين في ظل ان امين عدلي تهراس يوسف بن العمري تهراس اخو ماش تمزق في الرباط الصليبي الغائبين كذلك زياش ما كاينش بالحيان ما كاينش، و التشكيله و... حنا غادي نشوفوها، اي اه لنا السي اه عادي اللي اه هي هادي مشكور، ايه العين ما كاينش شي زعما ما كاينش شي 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 مفاجأة مفاجأة اللي وقعات ولا أه كاين ادم عوده ادم ماسينا بعد غياب طويل بعد غياب طويل عوده ادم ماسينا شارلسون واخا ما غابش بزاف ولكن كان واحد الوقيته غاب في المقابله الاخيره ويعود ريتشارسون أه يعني ما كاينش على مستوى الحراسه حسين كاين هنا أه اللي بغينا نفهموها هذه غادي نناقشوها انا ما فهمتهاش غادي نفهموها واخ أه عبد الله ناصر بيخويا. اول حاجة تثير الانتباه كما قلت لك يعني ما كاينش بحال امين عدلي غائب توعت، يوسف العمري غائب توعت، اخو ماشي غائب توعت، زياج كنهضرة اللي غادي شوية، بالحيان كذلك لم تتم منادات عليه، ولكن ملي تنقولوا راه كاين عطية لا وارد انه يكون عطية لا ماشي مفاجأة، مزراوي كاين وارد يكون مزراوي ماشي مفاجأة، ادم مسينا شويه مفاجئه انك عيطتي لادم مسينا بعد واحد الغياب ف يعني الصحراوي ماشي مفاجاه يكون ولكن المفاجاه اللي ما فهمتهاش هو ربعه ديال القوال آه عبد الله ناصر واش عاديه ربعه ديال القوال لا ضربوا ثلاثه ها ضربوا أه. ثلاثه فوالا لان انا تنشوف ما عرفتش تتفق معايا عبد الله ناصر ولا لا انا تنشوف عيطت الربعة ديال الكوال انا تيبان ليا واحد الكول دا بلاصه العام وي نورمال نورمال هذه نورمال دابا عندك هذا الكول هي يدي واحد فيهم بليسي امم باش يبليسي باش يتريدي معاهم باش يشوف بين الماتش واش يمشي معاهم ولا ما يمشيش معاهم وجاب الواحد حتى هي تفضل على دار بعض هذا الكول سينو دار بعض هذا راه تحيد بلاصه ديال اللعاب اه واش عبد الله ناصر الا سمحتي لي ذاك الاحتياط ديال ان ياسين بونو يعني راجع من الاصابه آه يقدر على انه ما يكونش يعني حاضر في المقابله الاولى دك الشيء علاش النظره ديال الوالد على انه هو ياخذ ديال جوج ديال لي غارديان دو بيت راه راه جوج ديال لي غارديان دو بيت دابا دابا اختي المشكله عاوتاني حنا نرجعو عاوتاني دي ديبار هاد التشكيله ديجا عارف ان هاد التشكيله كاينه عارف الدراري كاينين لعبوا لي ماتش اميكو دافريك انا هاد التشكيله ما نديهاش كلها ديال نص دري المغرب نص ديال الدراري ديال برا عاوتاني عاوتاني ترجع عاوتاني حاجه اخرى <applause> اما اما غتعطي القيمه لعبه ديال المغرب البطوله المغربيه ولا هو انا غادي نسد هذاك الباب حركاس حركاس مزيان ماشي ما مزيانش غير <applause> المشكل عاوتاني علاش الدراري اللي فار ما كاينهمش وكان بعد اللعابه ديال ديال الدراجه ديال مزيانين كان لعب ديال بركان مزيانين كان مزيانين تبارك الله هذوك اه. اللاعبين كاينين مع المنتخب الاقل من 23 سنه مع طريق سكيتيوي في اللائحه ديالو اسمحي لي ولكن الاولويه المنتخب بحال كيتواجد في في القائمه ديال طريق سكيتيوي دونك النيفو النيفو ديال البطوله الوطنيه هي تحت 23 ديال النيفو اللي عندنا زعماك هذا النيفو ناقص اش تقرا هكا انا دابا بحال بحال كان شي دراع شي دابا الكافون غيكون عندهم مشكله اخويا حسين حيت بعد الدراري بحال ابراهيم ديال صرنا دول بريمير ماتش ديالهم برا ياك اها اه هذا هو هذا هو اول ماتش نيف راه غادي يجو خور عاوتاني هاد هاد الماتش هذا كانت لوبورتينيتي دير واحد الميكس ديال الدراري المغرب والدراري جداد ولا الدراري اللي غتبغي تسيو هذوك جوج ماتشات تم كاليفي بكاليفي دونك علاش من... علاش ما ندير الميكس ونمشي نلعب بهم باش نعرف اش عندي ولا ما عنديش المشكله اللي عندنا عاوتاني ترجعوا تا حاجه ما تبدلات تا حاجه عاوتاني هي هي تلعبها هما هما واش عندنا غير هاد 22 لاعب هما اللي عندنا ولا عندنا لاعب اخرين هذيك الدراري ديال الليل علاش ما نجيبوش يجيبوا دابا ليكيب ناسيونال ولا ولكن راه تم استدعاء عبد الله ناصر من طرف الـ 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 يعني المنتخب الفرنسي الاقل من 21 سنه ايوا ماشي حنا عن فيتو ليكيب اه ايمن ليكيب اه واش ليكيب ا آه ماشي حسن من 21 سنه كيقدم مقابلات رائعه مع ليل

حنا المنتخب ديالنا شوف تنقولها وتنريبي تاعو حنايا بالحيان دلوقتي. بالحيان الماتش الاخر كان زوين دقائق قليله بالحيان ولكن دلوقتي. كان كان زوين بالحيان لعب ديك الدقائق ولكن بان لنا بانه كاين كاين لاتوش ديال ديال ان انجو ديال بصح علاش يعطيه فرصه اخرى واش واحد 15 بيت بين بي حياته كلها ما تمكنش ما تمكنش دابا الاصابه ديال اخو ماشا عبد الله ناصر كيفاش غي غيتم استبداله واش غادي واش غادي يكون صالح بالاصابه ديالو كما سبقتي وذكرتي يا حسين لانه كاين لا إصابة... صعيب صعيب عمليه جراحيه غادي دار ليه غادي يتم الاستبدال ديالو مع مع لو بوست ديال اخو ماشا دابا شوفي الدراري اللي طالعين طالعين مزيان اختي يقدر يلعب بالصغير ادروات راحين بي اغوش ويلعب السيري ان اتاك ولا الكابي ان اتاك دونك هذوك هذوك اللي يقولوا ولاد زلزو لي بوست عندهم فهمتي في لاطاك في لاطاك في مليون تيران عندنا الدراري في لا ديفونس عندنا عندنا الدراري غير لا مانيير كيفاش غادي يلعبوا كيما هذاك بن حيان ولا سميتو لعب 15 ولا 10 دقائق جيبوا معاك يلعب وعاوتاني ما كان حتى واحد ديال الرجاء ولا ديال بركان ولا ديال الفار في هذا السيليكسيون خويا حسين عاوتاني تنهضر واش البطوله الوطنيه ما عندهاش لا فالور واش نشوفوا غير جوج ثلاثة فراقي هو اللي كاينين كان واحد واحد ديال الوداد هو ديال واحد الكاس يعني كان هو اللي كان بالبطولة الوطنية ياك يعني. هو بالعمري هو, هو لا بالعمري كاين لا. لا بالعمري لا بالعمري راه توعد راه راه مقصح بالعمري دونك علاش علاش هت... علاش هذا هت... الماتش ما ديش ثلاثة أربعة لعابة زايدين بالمغرب عاوتاني <applause> نعطي الامل <applause> ديك اللعاب ديال البطوله بانه الباب ديال المنتخب راه ممكن طرقو في اي وقت زعزوح مثلا انا تيعجبني تعجبني زعزوح لاعب انيق لاعب مهاري لاعب تعتبر من لي بيلون ديال 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 الجيش جل جل الملكي <applause> مثلا علاش <applause> ما كاينش بحال هاد الماتش هاد حنا دزنا دزنا مكاليفين مكاليفين تنظن قد ما جربت اكثر وصرت ان لعب زعزوع باقي صغير يعني الى كسبتي دابا وعطيتيه الثقه دابا في المنتخب الوطني راه غادي تلعب به المونديال ديال 2026 بالفعل دابا دابا حسين المشكله هي عندنا المشكله المشكله ترى المغرب دابا تنعتمد على بروفيسيونيل الاوروبيين ترى اللي تلعبوا برا كيما كان يعني اسدو اسدو شحال من ماتش في البريمير <applause> ديفيزيون كان يعني. لعب؟ <applause> شحال <applause> من ماتش؟ باش ما خصك تهضر في, في, في الواقع لا كنت تلعب في البريمير ديفيزيون ولا دوزيام ديفيزيون في الاوروب راه تخصك تهضر قيمه ديال الدراري دي دي البريمير ديفيزيون اللي تيلعبوا لا كوبا افريك اللي يعني عارف الافريك اللي عايش في الافريك ما تقدرش تجيب واحد ما تيلعبش في فرقته وتخلي واحد كي تيتولي في الرجاء ولا الوداد ولا بركان ولا لي فار لي كرون كلوب ماروكان انا ازدو ما يلعبش في المغرب ما عندوش بلاصه في المغرب واخا عندو لي طالون ما المغرب لي في المغرب حيت لافريك اللي ديفيرون خويا حسين ما نقدرش نجيب انا واحد بديع شرطتو وخلي واحد كي في البطوله الوطنيه في فرقه كبيره لا في الوداد لا في الرجاء لا بركان فاس فرق فرق غادي مزيان دابا دونك حنايا حنايا اش خصو ديرو نلقاو عندنا عندنا دابا عندنا دابا عندنا واحد عندنا واحد شحال جوج ديال اللعابه اللي محتكين مزيان مع الفرق ديالهم و... و... ولاعبين ماتشات في رجليهم مزيان ولعبوا كوب دافريك ولعبوا ماتشات قاسحين اللي هما الشيبي ديال الاهلي ياك ديال برامي... بيراميز وسميتو واللي كان في الجيش ومشى الأهلي اه رضا سليم رضا سليم دابا عندنا مثلا عندنا رضا سليم رضا سليم اغلب الماتشات تلعبها مع الاهلي وخرج من الاصابه وخرج من الاصابه م. ولكن واجد رضا سيم تيدخلو المدرب لان تيثيق فيه رضا سيم لاعب مهاري رضا سيم لاعب جميل لاعب انيق لاعب جيد تيدير الفريق في الهجوم انا باغي نعرف علاش رضا سيم ما عمرو تعيط عليه المنتخب الوطني الاول وهذا غادي أقول واحد الكلمه خصني نقولها واش الدراري اللي دل ولا اكس راجل ما عندوش حق في ليكيب ناسيونال راح يمشي حق عليه باش يجي ليكيب ناسيونال واه في واحد الوقت راه تا آه بدا الجمهور تي لا انا انا دابا دابا بالعبري يلا عيط عليه آه رضا سليم كان في في, في المستوى مع ليفار كان فهمتي دابا تنشوف بحال بحال دري دراجه بحال دري اكس راجه ولا شي ما تعيطوش على ابراهيمي ابراهيمي كان في, في المستوى ما داش لاكوب دي موند دونك نمشيو <مشوش> شويه عبد الله ناصر حريمات حريمات كيقدم يعني مستوى جيد يعني لأ, لا يعني وسط الميدان يعني بزاف ديال الاسماء الان اللي حريمات من ابرز اللاعبين اللي كاينين في البطوله الان حريمات دابا خويا حسين غادي يرجع عاوتاني واحد قلت دابا شوف انا اي حاجه تتحب المسؤوليه ديالها حنايا خاصنا نجلسوا نرجعوا على الطابل دي ترافاي نرجعوا المغرب كيفاش بغا يلعب لا كوب دافريك 2025 كيفاش خاصو يخطط دابا كيفاش غادي دا في يغلب لا كوب دافريك في بلادو، لا بقينا غاديين الطريق تنجربو نجربو بس هينا نجربو هذا ونجربو هذا نرجعو هذا وديو جر... جر... هذا ونجمع هذا, هذا، و ما غادي يوصلوا حتى بلاصه من 2000 و 2022 مور شو لا كوب دي حتى دابا شوف شوف شحال شحال فرقه لعبنا بها، شحال من تشكيله لعبنا بها، وشحال من دري لعبنا به، مازال الان ما عندنا حتى تشكيله لي 11 باز ما عندناش راه ما عندناش اونس نقول هادو هما لي اونس سيرتيتود ديال ما عندناش لو كوتي بوس لو كوتي بوس تاع الله باسيله دابا عندك مزراوي ها هو باسيله واش تيلعب ولا ما تيلعبش عيط الله واش ما تيلعبش ولا ما تيلعبش دونك دونك حنايا ترجع كل ديما اخويا حسين ترجعوا ترجعوا اللور خاصنا نزيدو دابا لقدام التشكيله خاصها التشكيله اللي تحط دابا هاد جوج ماتشات خاصها التشكيله اللي غادي تبدا بها باش بريباري لا كوب دافريك 2025 ولا كوب دي بوب 2026 ديالك ماشي كل ديما تجيب واحد حيد واحد جيب واحد جوج ثلاثه وانت مازال تتقلب الكارديانات <applause> ما عندناش مشكل عندنا كارديانات مزيان بينو تيرا عندك في المغرب ثلاثه ولا اربعه الدراري يستحقوكم في ليكيب ناسيونال زحشوح ولا ولا حريبات عندهم بلاصتهم <applause> المشكله المشكله دابا وهذا وهذا هو هذا هو هذا هو الرساله اللي حنا بغينا نوصلوا حنا <applause> تنقولوا بان اللاعب المحلي توجه الانتقادات اللي بغات توجه ليه تنقولوا لا لابد انه ياخذ فرصه في المنتخب الوطني الاول لابد علاش لانه لا يمكن اننا نهضروا على فرق ولا لاعب محلي متواضع وفي الاخر تنجيو وتلقاو بركان تتاخذ العصبه ديال الابطال تتاخذ الكونفدراليه جوج مرات ثلاثه تلقاو فاس تتاخذ الكونفدراليه الافريقيه جوج مرات ثلاثه تلقاو الراجا تتاخذ العصبه جوج مرات ثلاثه تلقاو الوداد تتاخذ العصبه جوج مرات ثلاثه اذا رمي ما تقولوش لنا عندنا البطوله ماشي البطوله البطوله الى الى, 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 الى متواضعه متواضعه ونعاود نقولها في <applause> متواضعه في في الهيكله في البناء هنا في المتواضعة البطوله الا <applause> ما على مستوى اللعابه عندنا مواهب خصنا عير ناطرهم ما انا ما, ما تنفهمش انا مثلا تجرب تجربه سر كراكي الله يوفقك تجرب تجرب مأهل مأهل غادي غادي وعلى الاقل واحد جوج وليدات هما نجوم البطوله الوطنيه المغربيه حريمات وزحزح <applause> على الاقل وهذا با... لا دابا حنا هد... شوف دابا عامين وحنا تنهضرو على هذا ل... ل... السوجي عامين حنا تنهضرو على المشكل اللي عندنا تقولوا حنا تنفورمي وتنديرو وتنعاونو البلاد تنفيسي 80 مليار تنديرو تنديرو مي تجي ليكيب ناسيونال ما تلقى واحد فين هاد لافورماسيون فين هاد العون الفراقي فين نعاونو البطولة الوطنية اللي تجد القدام لا ما كانو سي انترناسيونال ديال بلادك بلادك في ليكيب ناسيونال فهمتي ما تهضرش دابا على البروفيسور ابراهيم دياز ان ديسكيتابل حكيمي ان ديسكيتابل بونو الحمدي ان ديسكيتابل آه، رحيمي ان ديسكيتابل عندك سته سبعه ثمانيه ديال اللعابه ان ديسكيتابل شي الاخر تقدر تجي الدراري ديال البطوله الوطنيه معاهم باش شغل ياخذ لك تجربه ويهزوا النيفو ديالهم لاس نيفو لا كانوا لي ماتش اميكو لعبوا بالنص المغرب والنص ديال برا كيما كاين اللي بكري راه البطولة الوطنية غادي تهز والنيفو تهز، راه غادي يهزو النيفو د البطولة ديالنا راه خصنا سيليكسيون الدراري ديالنا واخا يقول لك وا بحال حريمة دابا ملي تيشوف لا سيليكسيون تيجي يقول لك وا راه بلاستيك كاينة علاش ما تعادش عليا نعم دونك تا المورال ديالنا تيهبط صح صح الطموح الطموح تيوقف لكن عنده شي طموح تيقول صافي ما كاين لا طموح لا هم يحزنوا نلعب مع الجيش ناخذ الصالير ديالي جا شي عرض اللي فيه الفلوس نمشي ليه ونتقاعد بكارير مزيانه والله يع... بفلوس بفلوس كثيره كتير. والله يعاود دابا المشكل هل... اللي كاين إلى سمحتوا لي حسين وعبد الله ناصر هو آه رغم يعني مثلا وليد الركراكي يعني كي آه استدعي بعض اللاعبين للاسف مين كتشوف دابا الصحراوي ولا كتشوف يعني بزاف ديال الاسماء اللي دازوا تم الاستداء ديالهم وما تعطاهمش لو طون دو جو ديالهم اكثر يعني هذاك المهارات ديالهم ما بانتش هذا هو المشكل دابا الحالي اللي كاين في المنتخب الوطني المغربي ان التشكيله اللي كاينه اللي حاليا كاينين هما هذوك اللي يتكلم عليهم عبد الله ناصر هما الاسماء اللي كتعاود كت مثلا حكيمي في بزاف ديال المقابلات حكيمي انديسكوتابل آه في اي مقابله كتلقاه كتلقى, كتلقى الشراسه ديالو يعني دفاعيا ولا هجوميا لكن في وقت من الاوقات كان خاص في الماتش مثلا الماتش اللي كان قبل كان خاص حكيمي يجلس ونشاهدو يعني ظهير آه ايمن اخر اللي غادي نشوفوا لو شونجمون اللي غادي يكون مع حكيمي دونك بزاف ديال الاسماء امرابط مش مشكلتنا دابا الحاليه هو وسط الميدان ما كاينش ان فغي كاسور في حل امرابط أه كذلك نايف اقرد مي كتكون الاصابه ديالو كان عبقار كان بزاف ديال الاسماء ولكن دائما كتلقى كل الاسماء اللي كيعتمد عليهم وليد الركراكي هما اللي خصهم يدخلوا تيتولير <livres> ما عرفتش واش كتشاطرني الراي عبد الله ناصر لا راه دختي عندك الصح دابا المشكل شوف المشكل هضرنا عليها وانت حنا كل ديما تربيتيو لا ميم شوز هو عندو لي ماتش اميكو حنا كاليفي بور لا كوب دافريك مي تلعب في بلادك انا بنعيش على حكيمي بنعيش على جياش بنعيش على اكرك بنعيش على بونو بنعيش على لي يعني التمنية ديالك لي توتيلار لي تسع توتيلار ديالك فيكس بنعيش عليهم لعيب اخرين اللي تيلعبوش ندير ان بيكس ونلعب بهم باش 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 لا توعد لي واحد ولا جوج لقى البديل ديالي مش عارف نقلقل حدا جاب حركاش بالعمري مزيان ويزيد عليه بزحزوح ويزيد على الحريمات ويزيد على الدراري الاخرين خمسه ولا سته اخرين تلقى البديل عندك تلقى هذيك هذيك 23 تلقى 24 25, 25, 25, 25 26 27 30 تلقاه ديجا موجود عندك نهار اللي نهار يكون عندك العصابات بزاف تلقى 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 ناس اخرين واللي هو المشكل ديالو ما عندوش مع عن البطوله الوطنيه هادشي تلاحظها وترجعها دراري البطوله الوطنيه بحال ما عندهمش واحد لافالور ديالو، هو راه كان في البطوله الوطنيه عارف صعيب تخدم في البطوله الوطنيه، راه كان المدرب ديال الفيس وكان المدرب ديال الوداد. وراه عارف الدراري مساكن لا سكريفيس اللي تيديرو، لا سكريفيس اللي تيديرو الدراري راه أكثر من الدراري دلال ديال أوروبا، حيت هنا ما موفر لهم والو. بيتي خاصو يعرف يعطي يعطي القيمة لهداك اللاعب المغربي باش باش حنا البطولة ديالنا تولي تبريي تولي في الليفو ديالها اللي كانت في التسعينات والالفينات هادشي كله مشى علاش حيت حيت ما تعتوش على الدراري البطولات البطوله البطوله تقول لك حنا دابا معتمدين على لي زوروبيان ولكن ما يعني. غاديش نلعبوا في اوروبا حنا غادي نلعبوا في لافريك لا كوب دافريك واخا في بلادنا راه طيح مع لي زافريكان في ديسمبر اخويا حسين تيرانات زوينين الوقت زوين الحال زوين الاوتيلات زوينين

دابا بحال الحريبات ولا كل كون الماتش كل كون الماتش مزياني ويسجل لا سيليكسيون تجيب واحد ما تيلعبش فرق لو جاي ويلعب ما تمكنش اخويا حسين خصنا نديرو نديرو لا فالور لجور لجور لوكال هادشي ما تيطراش هنا هنا عبد الله ناصر هنا عبد الله ناصر باش ن... نزيدو ون... نسلطوا الضوء اكثر اه اه احنا بغينا حنا ملي تنتكلموا عندنا واحد الغيره على البطوله الوطنيه وعلى اللاعب ديال البطوله الوطنيه لان أما في اخر المطاف راه كلشي وليداتنا كاع كلشي مغاربه حكيمي كلشي بحال بحال المنتخب مفتوح للجميع ولكن ملي تنشوفوا واحد النوع ديال لاعب البطوله الوطنيه حظه قليل وضعيف في المنتخب الوطني الاول تنقول لا علاش هذا الحيف واخ و... والاثبات هو هذا انا نعطيك الدليل كما قلتي يا عبد الله ناصر من قبل رحيمي سفيان رحيمي سفيان رحيمي شحال هو اللي تيلعب في الراجا وشحال هو و ماركي في الراجا وشحال هو متعلق في الراجة. وكل وكلشي كتب عليه من اللي كان في الراجة ما عيطش ليه السر كراكي زعما ما 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 ما, ما أتي راكش رحيمي كلاعب متميز في البطوله الوطنيه ما ما, ما, ما تا رحيمي مشى العين وبدأت تيخلق الامجاد وبدأت تيدوي عليه العالم وتيدوي عليه الصحافه العالميه ودا الهداف اه كين كاين رحيمي اجي وراه هذاك رحيمي اللي تيسجل في العين راه هو اللي كان في البطوله في الراجل البارح فعلاش ما نعيش ليه ملي كان في الراجل راه كتسجل في الراجل مشكلة حس شوف عقلتي عليك كريتيك واحد اللعاب عبد الله ناصر انا علاش انا علاش تندوي بحال هكا انا في اخر المطاف راه من يستحق هو اللي خصو في المنتخب انا علاش الشيء بقى حتى نشوف لعابه اخويا ناصر ضاعوا في البطوله الوطنيه مواهب كرويه انا عمرني ما ننسى واحد اسمه سميتو سكوما ايوب سكوما عباد الله الناس المشرفين على هذه الكره ألي اللي تتقتلونا صناعه اللاعب ايوب سكوما لو انه تاثر داك الدري

اي تتكون واحد الشوفه أه. المشكله حسين هو آه مي تولي جبت تيسكوما غنجبد تولي غنجبد بزاف ديال الاسماء كاين بعض المرات للاسف آه لونطوغاج ديال هذاك اللاعب هو اللي ما ماكيعاونوش على انه لا انا تنهضر لا ما تنهضرش على لونطوغاج لون. هو كتهوا آه ايمان اختي امباكت كبيرة حسين انت فخير ايمان اختي لونطوغاج راه غادي يلعب كوني متاكده راه لونطوغاج غادي يلعب في البرازيل وفي الارجنتين وفي المغرب لونطوغاج كل واحد عنده صحابو عنده الكليكه ديالو تقدر تدي هكا تقدر تدي التوجيه ديالو زعما اي حنا ب... انا تنقول فحسين. لك كاين مشروع صناعه لعيب من طرف الجامعه ومن طرف العصبه راه خص يكون عندنا هذا الشيء خص يكون عندنا هذه المبدا فحسين. انا بان ليا بيتولي صافي انا نحتضنو كجامعه انا نصنعو بان لي انا يمسكوما انا نصنعو بان لي زحزوح انا نصنعو ياك عبد الله ولا لا هذا الشيء اللي كاين في برا شكون دابا تنهضر شوف انايا انا كنت بارمي انا كنت واحد من الناس ديال البراك تيقول لك البطولة الوطنية هذاك الدراري ما عندهمش لا فالور باش يلعب في ليكيب ناسيونال قالت يعني قلتها <applause> لا ما عندناش هذاك الشيء دابا اللي جيت سيدي سليمان انا رئيس الفرق سيدي سليمان الظروف اللي تخدموا فيها حنايا والظروف اللي تخدم فيها الدراري صعيبة جدا عاد ولدت ولا تيبان لي شي حوايج اخويا حسين ما خصناش كريتيكو اللاعب المحلي حيت الظروف اللي عايش فيها هذا اللاعب المحلي ماشي الظروف اللي عايش فيها فيه البروفيسيونيل لو وفرتي له هذاك مازال انت نقول لو وفرنا محلي المحلي البروفيسيوناليزم راه غادي يفوت هذاك الاوروبيان حيت هو بولف لافريك بولف تمارا ولف ولف خرج البريم ديالو ولف الضغط على راسو بولف واحد المعيشه صعيبه عليه باغا ليك تدخل التيران مسكين تتقاتل تتقاتل على التولي ديالو مخلص ولا مخلص يدخل تيران ويتقاتل ويدير جهدو <applause> شكون حنايا منعو هاد الدراري هادو يلعبوا في المنتخب الوطني انا من انا من الاولي اللي تنقول وا البطوله الوطنيه ديالنا راه ما كاين والو وانا مانيش بريزيدون ديال الفرقه خويا ظروف اللي عايش الفرق في المغرب ظروف اللي اخويا حسين صعيبه عاد فهمت دابا علاش الفرق في البريمير ديفيزيون عندهم المشاكل ما كاينش الفلوس ما كاينش سبونسور ما كاينش تعاويل اللعابه ديالنا ما كاينش تكوين ما كاين والو باغي تشوف الدراري بحال حريمات حشوح و بالعمري و دراري زريده و دراري اخرين كاين دراري كان جبد لك دابا 22 لاعب يقدر يلعب في ليكيب ناسيونال ديالنا انا عطيتيه لوكازيون فرصه و الامكانيات باش يعيش و باش يخدم اخويا الحسين و والله اخويا حسيت نديروا ليكيب ناسيونال لوكاون كيبان ليكيب اوروبيان كاين ولكن الامكانيات ما كاينينش اللعب المغربي اللعب المغربي ولا تسوا والو اخويا في ليبوك ديالي في ليبوك ديالي كانت الراجا الوداد كانت اي فرقه مسيرين ديالها معاون اللعابه ديالهم تضاربوا باش تديو اللعاب ليكيب ناسيونال تتقاتلوا على اولادهم باش يوصلوا لواحد النيفو هادشي كله مشى علاش حيت الامكانيات ما دابا لي <تبقى الفارك> الامكانيات والامكانيات والعقليات عقلية الموسي بعض المسيرين وما اكثرهم بعض المسير عنده عقليه الفيرما عقليه الشركه عقليه ما تتعاملش مع صناعه اللاعب صناعه النجوم ما, ما عندوش هذا الشيء تتكلمش على كل شيء كبريز ما تيهموش عنده واحد الوليد الطيارة في عمره 19 عام ما مسوقش ليه يلعب ما يلعبش ما الله صنعوا كما بارسا صنعت البارسا صنعت ليونيل ميسي شكون اللي صنع ليونيل ميسي البارسا دابا 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 حنا نرجعوا للبوان دي ديبار حنا هاد نهضر على الكوتش لو كوتش خاصو يهضر في هادشي علاش ما تسيليكسيونيش علاش ما تسيليكسيونيش لعبه البطوله خاصو يهضر يقول علاش ما تسيليكسيونيش أعطيهم، عطيهم عطيهم علاش هذيك علاش ما تيقولهاش علاش تجيب تجيب واحد بحال ازدو ماشي تنهضر دري الدري خايب لا جبتي جيب جحشوح لا جبتي ازدو جيب حريمات لا جبتي ازدو جيب دراري اخرين في البطوله الوطنيه عندهم لعب الماتشات في رجليهم ولعب البريمير ديفيزيون لعب كوب دافليك دونك تديرو واحد تديرو واحد التشكيله خاصك تشوف البطولة الوطنية اش طاري هو الاول نعم نعم باش هذاك اللاعب أنا... ديال البطولة الوطنية أنا... يكون عنده طموح عرف راه عنده فرصة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي الاول شكرا لك عبد الله ناصر شكرا شكرا لكم شكرا سعيدة آه يلا والله تكلمنا حبا في لعب البطولة المحلية اه احنا لا يجي المنتخب وغادي يعطينا الاضافه فمرحبا بالفعل جا من فرنسا جا من الانجليز من ما جا جا من هنا من البطوله مرحبا غير انما بغينا نعطيو فرص للاعب المحلي كنا امكانيات فرديه رائعه زحزوع لاعب كبير حريمات لاعب كبير العديد من الاسماء اللي ما تحضرنيش اللي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تعطون جا فيها واحد ال معالي يعني نعم. هو كي توجد مع المنتخب الوطني المغربي يعني اقل من 17 سنه لا بغيناهم لكن تعطى فرصه بالفن. شويه تعطى فرصه م. لان اللعابه تيضيعوا في المغرب وتيكونوا كويرية تيكونوا كويرية وتضيعوا في المغرب ايوب سكوما لان تفرش فيه وهضروا فيه وهضروا فيه المدربين ديال البطوله الوطنيه قال لك لاعب كبير ضاع أه متولي كان يكون نجم من نجوم الكرة المغربية متولي مارادونا وشهد فيه مارادونا وشهد فيه قال لهم لاعب كبير قال لهم لاعب مهاري مارادونا فبالتالي ما بغيناش هاد الناس والكثير من الأسماء ما حضرتنيش الآن كثير ما, ما حضرتنيش الآن واحد اللعاب راه كان في الرجاء البيضاوي أه ما عرفت مشى للسوالم ولا ما عرفتش ما قلش عليه كان تلعب ميليو تيرا اون كاسور الوقيته و... اللي كان كيلعب فيها الوقيته مع متولي مع وكان تبارك الله كونديسيون فيزيك ما تيوقفش حتى تيسالي الماتش كبيره الكونديسيون فيزيك اون كاسور من الطراز الرفيع و ما مشات لي الاسم ضاع هذاك الدري ضاع عافاكم أنقولها لكم ونعاود نكررها لا نفقه شيئا في صناعة النجم في المغرب ما نهضرش أنا على الجامعة لا تنظر على الأندية لأن أول من خصو يصنع النجم راه هو النادي هو البريزيدون هو لونترينور هو 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 المدير الفني هو المدير التقني هو هو هذا الستاف اللي تكون في نادي على قدو كل واحد براتيبو ما تعرفوش يصنعوا ماشي ما تعرفوش يعني يفقدون ميكانيزمات التكوين لا غير بعض المرات لا مبالغات ولا شي ظروف ولا امكانيات تتخلي صافي راها غاده لم يبقاوش يضيعوا لنا الطاقات ويدعوا الشباب الله يرحم بها الوالدين صنعني يا اللعاب صنع لعبه تتصنعوا دابا يوني ميسي تصنع في برشلونة أه... كريستيانو رونالدو تصنع في مانشستر يونايتد ناس يتصنعوا كيفاش يتصنعوا بيكي بيكي وما ادراك ما بيكي ثلاثة ديال الصباح ما بين جوج ثلاثة ديال الصباح دايز من حدا واحد البواط دو نوي في برشلونة شداتو الكاميرا ديال الشارع غدا ماجي تأديب في بارسا نغد ليه اجي اش كنتي تدير تم هذا جزء من داك الصناعه اللي تكلمتي عليها اش كنتي تدير وبيكي تيتيلير في المنتخب تيتيلير في برشلونه واش كنتي تدير مع جوج اللي تم عاد باش قال لهم لا راك دايز وشرح لهم كان عنده واحد له شي شي ان بروبليم شارك وداك الشيء وجاع على غفله قال لهم ما كاينش البوط دو نوي شو السويفي في كي دير باش نصنعك انا تنصنعك انا تنصنعك إحنا راه سمعنا للاسف الشديد في واحد الوقيته راكم كنتو تتقراو في الاعلام بان كاينين لعابه اللي شيش يشيش واحد الوقيته دابا ما عرفت يشيش بالليل وغدا عنده ماتش حول ولا حول. للاسف تبعوا صنعوا اللعابه اي صو <applause> شكرا شكرا <لك> شكرا ايمان <applause> شكرا, <applause> <applause> شكرا مشاهدينا الكرام نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله في 100% فار دائما مباشره على قناتكم الفضائيه شاده تي في الى اللقاء